سورة الكهف آيات نمبر 2. بسم الله الرحمن الرحيم. قيما لينذر قيما لينذر بأسا شديدا بأسا شديدا بأسا شديدا من لدنه من لدنه ميم connect directly with لام من لدنه ويبشر المؤمنين الذين ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات يعملون الصالحات يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أجرا حسنا. I'm reading, just listen carefully. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا For memorizing, listen and look and repeat with video multiple times. I hope you will memorize it soon, inshallah. See you next video, inshallah, in next ayat.